السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وكتمتعوا بصحه جيده، ونتمنى ايضا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف العاده مع تحضيرات مؤسله رمضان، اليوم ان شاء الله نحضر معكم سيجار باللوز وبريوات باللوز، كيجيو لذاذ لبزاف البنات. غادي نحضروهم ان شاء الله اليوم بورق الفيلو. خليكم معايا للاخير مع الطريقه والمكونات. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنايا عندي 600 غرام ديال اللوز بودره كنشريه جاهز. هنا عوض ما نستعمل 300 غرام ديال السكر سنيده، غادي ندير غير 250 غرام، لاننا غادي نضيفو له العسل باش ما يكونش عندنا حلو بزاف. عندي 600 غرام ديال اللوز بودره مع 250 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نضيفو معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال القرفه. نخلطوا هذه المكونات بثلاثه جيدا، يعني طريقه جد سهله. عندي هنا معلقه صغيره ديال نكهه البرتقال، الا موجود عندكم ديروه، ما عندكمش ما ديروهش. هنا عندي 6 ديال المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، غادي نضيفها للخليط ديالي، وغادي نخلط الكل جيدا حتى كيتجانسوا لينا العناصر. هنا عندي كاس ديال ما زهر، غادي نضيفه بشويه بشويه، هو اللي غادي نجمع به العقده ديالي ديال اللوز. غادي نضيفه بشويه بشويه، يعني اون بوتيت كونتيتي، وحنا كنضيفوا الماء ديال الزهر و اون ميم طون كندلكوا العقده ديالنا ديال اللوز. ضروري دلكوا العقده ديالكم ديال اللوز. هنا كما كتشوفوا ما ضفتش الكاس كامل ديال مزهر، يعني بقى لي عاد فيه شويه. يعني كيف ما قلت لكم ضيفوا ماء الزهر غير بشويه بشويه، وانتم كتضيفوا وانتم كتدلكوا، انتم كتضيفوا كتدلكوا حتى كتحصلوا على عجينه او عقده ديال اللوز بهذا الشكل هذا، يعني قابله انكم تشكلوها. هنا كما كتشوفوا معايا في الفيديو قسمت العقده ديالي ديال اللوز الى جوج. النص الاول اللي غادي نشكلو كريات صغيره او متوسطه الحجم اللي غادي نصوبو بهم ان شاء الله بريوات، والنصف الثاني غادي نشكلو اصابع ديال من عقده ديال اللوز اللي غادي نصوبو بهم سيجار ان شاء الله. نستمروا بنفس العمليه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال عقده اللوز. هنايا البنات خديت واحد الورقه ديال الفيلو طويتها على جوج كما كتشوفوا، وقطعتها الى نصفين. كنحاولوا معاها غير بشويه، لان كما كتعرفوا لاباط فيلو في الساعة كتقطع، يعني دغيا دغيا كتقطع. كنطويها مره اخرى ونقطعوا بالمقص، ونطويها مره اخيره ونقطعوا بالمقص، باش كنحصلوا في الاخير الى اشرطه كتكون بنفس القده. هنايا انا شويه غلبتني صافي. هنايا غادي نشد واحد الشريط ديال لاباط فيلو كما كتشوفوا، كنحط فيه كريه ديال عقده ديال اللوز، كنحاول نشكلها على شكل مثلث، وكنطوي بهذه نفس الطريقه من اليمين الى اليسار صافي. وهذاك التالي الزائد كنحيدو بالمقص، لان يعني هنايا كما شفتوا كما قلت لكم ورق الفيلو في الساعة كتقطع، يعني خصكم تحاولوا معاه غير بشويه، وخصكم تكونوا تجربوا باش ما تعذبكمش. انا هنايا شويه عذبتني، دونك هذوك الزوائد كنحيدهم بالمقص. كنستمر بنفس العمليه. هنايا انا ما دهنتهاش ورق الفيلو، يعني خليتها هكذاك، خليتها هكاك ناشفه. كنطويو البريوه ديالنا من اليمين الى اليسار صافي، وهذوك الزوائد كنحيدوهم بالمقص، وكنسدو البريوه ديالنا بالخليط ديال الدقيق والماء. هي طريقه سهله، كلشي كيعرفها.
صافي كنحولو معاه غير بشويه، كنستمر بنفس العمليه، كناخذ واحد الشريط وندير كره ديال عقده اللوز وكنشكل مثلث، وكنطوي البريوه ديالي من اليمين الى اليسار صافي. وهذاك التالي اللي كيبقى لينا انا كنقطعه بالمقص وكنلصق هذاك الطرف الاخير بخليط ديال الدقيق والماء صافي. كنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وهنا بالنسبه للطريقه الثانيه، غادي نقطع كنطوي لا في فيلو على جوج كما كتشوفوا، كما درت في الاول، ولكن هذه المره غنطويها على العرض ماشي على الطول، وغادي نقطعها الى بالمقص كما كتشوفوا معايا. كنحاولوا معها غير بشويه لان دغيا كتقطع. هنا كنصدقوا قطعنا الورقه ديال الفيلو الى اربعه قطع متساويه. هنا غادي ناخذ واحد الورقه كما كتشوفوا بلا ما كندهنوها، كنحطو في الوسط الاصبع ديال عقده اللوز، وكنحاولوا نضغطوا عليه شويه صافي، وكنطويو الجوانب بجوج وصافي. كنلويوها بهذه الطريقه هذه، وداك الطرف الاخير كنلصقوه بالدقيق والماء. نعاود معكم وحده اخرى، ناخذ الورقه ديال الفيلو كما كتشوفوا اللي قطعناها، كنوضع عقده اللوز في الوسط، كنضغط عليها شويه باش كنشكلها صافي، وكنطوي الجوانب ونلفها حول نفسها صافي. وهذاك الطرف الاخير كنديروا له الدقيق والماء باش كيلصق عندنا، وكنستمروا بنفس العمليه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال اصابع اللوز. صافي هنا كما كتشوفوا عندي الزيت ديجا سخنتها، وعندي العسل، كنوضع البريوات ديالي تقلاو على نار اللي كتكون مهيله ما تكونش مجهده بزاف، كنوضعهم يتقلاو حتى كيتحمروا لينا، ومن بعد نقلبوهم باش يتحمروا من الجهه الثانيه. من بعد ما كيتحمروا لينا من جوج جهات كنوضعهم مباشره في العسل، ما يكونش سخون لان ديجا البريوات سخان، كنوضعهم مباشره في العسل كما كتشوفوا معايا، وكنستمروا في القلي ديال البريوات. ودابا غادي ندوزو باش نقليو ان شاء الله الاستيكاغ ديالنا، ونفس الطريقه ونفس العمليه. اون فوا كيتحمروا لينا من الجهه الاولى كنقلبوهم باش كنحمروهم من الجهه الثانيه. هنايا باركونتر كناخذ العسل وكنرميه فوق البريوات، لان كما كتعرفوا لا بات فيلو اي تري فراجيل، يعني في الساعه كتهرس عندنا، يعني كناخذوا العسل ونرميه فوق البريوات. هنايا صافي لي سيجار ديالي تحمروا من واحد الجهه، وغادي نقلبهم باش يتحمروا من الجهه الثانيه صافي. ومن بعد من يتحمروا غادي نحيدهم ونوضعهم مباشره في العسل، خليهم يشربوا العسل مزيان، ونتلاقاو في المرحله المواليه صافي. هنا من بعد ما تاسلوا عندي البريوات ولي سيجار، غادي نستقطروهم العسل ونوضعهم هنا في واحد الكسكاس باش يتحيد لنا داك الفائض ديال العسل صافي. كنستمر دائما بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله ديال التزيين. هنايا بالنسبه للتزيين، غادي ناخذ الجنجلان كما كتشوفوا معايا، وغادي نوضع البريوه ديالي، غادي نزين غير دوك القنوت ديال البريوه كما كتشوفوا معايا. تقدروا الا ما بغيتوش ديروا الجنجلان تقدروا ديروا اللوز، يعني طريقه التزيين كتبقى دائما اختياريه. وبالنسبه للسيجار كنديروا الزنجلان في الطرفين كما كتشوفوا معايا صافي، وكنوضعوهم في الطبق ديال التقديم
طريقة سهلة، وكما قلت لكم طريقة تزيين كتبقى دائما اختيارية، وكل واحد يزين بالطريقة اللي كتناسبه اللي كتريحه، وعلى حسب شنو موجود عندكم في المطبخ ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال بريوات اللوز وسيجار اللوز اللي حضرت معكم اليوم. كما شفتوا معايا وصفة سهلة جدا والمقادير جد بسيطة والطريقة سهلة. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة هذه لمائدة رمضان والضيوف ديالكم. ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم جميلة، والبارتاج ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائدة. انا غنحل معكم واحد السيجار باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كتجي البنات هاد السيجار كيجيو معلكين من الداخل، هانتوما شوفوا، ولا لاباط فيلو كتعطينا واحد القرمشه اللي هي زوينه بزاف. وغادي نفتح معكم ايضا واحد البريوه ديال اللوز، يعني كيجيو لذاذ بزاف البنات. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هذه. مالي غير نقول لكم البنات الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشس كيتشن المطبخ اللذيذ. مع السلامة وفي أمان الله.